السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى، أخباركم إيه؟ النهاردة محاضرتنا عن الفينولز، تمام؟ ويمكن إحنا ذكرنا الفينولز مع الألكحولز، يعني قلنا إن هي عندها فانكشن جروب اللي هي الـ OH زيها زي الألكحول، فيعني إحنا عندنا إيه فكرة عن اللي هي الإيه الشكل العام بتاع الفينولز. الفينولز يا جماعة زي الألكحول، عنده OH كفانكشن جروب بس بتبقى اتاتشد على حلقه بنزين. بس بيقول لك اهم حاجه في الموضوع ان لازم تكون الاو اتش دايركتلي اتاتشد على البنزين. لو الاو اتش موجوده زي ما احنا قلنا قبل كده في حاجه جانبيه، يعني يبقى ما هياش فينول، لا هيعتبر كانه زي الايه الالكحول، تمام؟ ده الفينول نفسه، ده الكريزول، تمام، اللي هو عنده ميثايل مع الاو اتش، تمام. في طبعا اورثو كريزول وفي ميتا كريزول وفي بارا كريزول، تمام، او ممكن نسميه ميثايل فينول، تمام. ده الكاتيكول اللي هو عنده 2 او اتش اورثول بعديهم، دول هناخدهم في الداي هيدريك فينول، وهنا 2 او اتش ميتا يبقى ريزورسينول، 2 او اتش بارا يبقى هيدرو ايه هيدرو كينون، تمام. بيقول لك ان هما الفينولز فاوند ان كول تار از ويل از ان هما الكريزول سواء الاورثو او الميتا او البارا، يعني دي ايه معلومات عامه. هما ليهم لو ميلتنج سوليد، حتى دايما لو في المعمل شفتوا الفينول تلاقيه دايما بيبقى فيه جزء منه بيبقى ليكويد، لان هو الميلتنج بوينت بتاعته بتبقى قليله، فدايما ايه بيحصل له ميلتنج سريع في الجو بتاعنا، وطبعا بيبقى سوليبل في الميه. زي ما احنا شايفين الفينول ليه رسمتين، تمام، يا اما بنرسمه كده او انتوا غالبا طبعا بترسموا الحلقه زي ما احنا متعودين عليها اللي هي جواها دايره سواء دي او دي، طبعا ايه صح. ولازم بس اهم حاجه الاو اتش تبقى دايركتلي بوندد على ايه على حلقه البنزين. الكلاسيفيكيشن مونو هيدريك، عنده او اتش واحده زي ما احنا قلنا، في حاجات داي هيدريك اللي كان منها ريزورسينول، وكان عندي طبعا الكاتيكول لما تبقى الاو اتش هنا، وعندي الهيدروكينول لما الاو اتش تبقى هنا. في حاجات تراي هيدريك زي البيروجلول هناخدها برضو في التراي هيدريك، بس مش هناخد عليه تفاعلات يعني كتير. بالنسبه للمونو هيدريك او الفينول بتاعنا، بالنسبه للسنسز بتاعه، اول طريقه من البنزين سلفونيك اسيد، خدناه في النومكليتشر بتاع البنزين، تمام، وقلنا من المركبات اللي هي كومون نيم معروفه، تمام، اللي هو البنزين سلفونيك اسيد، مجموعه مميزه اللي هي السلفونيك اسيد. وكنا بنحضر المركب ده ازاي؟ كنا بنحضره من البنزين بتفاعل السلفونيشن اللي هو السلفوريك مع الاس او 3 هيديك مجموعه الايه السلفونايل على حلقه البنزين. ده لو فعلته مع صوديوم هيدروكسيد، تمام، هيحولها ايه؟ هيحولها لفينول، تمام، هيحولها لايه؟ هيحوله لفينول. خلاص يا جماعه، يبقى البنزين سلفونيك اسيد لو حولته مع لو فعلته مع صوديوم هيدروكسيد هيستبدل، هيحصل نيوكلوفيليك سبستيتيوشن، هتستبدل المجموعه دي كلها بمجموعه الايه مجموعه الاو اتش. تاني حاجه البيز هيدروليزس بتاع الكلورو بنزين، ودي مفروض نكون خدناها مع الارايل هالايدز، تمام. الارايل هالايدز زي ما احنا قلنا ان هي مختلفه عن الالكايل هالايدز، تمام. في موضوع في التفاعلات بتاعتها، الالكايل هالايدز كان بتعمل اس ان 1 رياكشن واس ان 2 رياكشن، الارايل هالايدز ما بتعملش التفاعلات دي بس بتعمل حاجات شبيهه ليها، ما بتعملش قصدي الميكانيزمات دي، بتعمل برضو نيكلوفيليك سبستيوشن بس بطريقه مختلفه، فده نوع من انواع النيكلوفيليك سبستيوشن بتاع اللي هو الارايل هالايدز، ان هو تفاعله مع صوديوم هيدروكسيد بس كان بيكون انترميديت اسمه البنزين، وبعد كده بيعمل يحصل اديشن على البنزين بالميه ويديك مين؟ يديك الفينول، تمام. يعني في النهايه الكلورو بنزين بيتفاعل مع صوديوم هيدروكسيد، في النهايه هيديك مين؟ هيديك اللي هو الفينول. الانترميديت بتاعي اللي هو مين؟ اللي هو البنزين، تمام، اللي هو انترميديت انستيبل، بيبقى فيه تريبل بوند في الحلقه، بيحصل اديشن للميه بعد كده، تبقى بنضيف اتش او اتش ويديك ايه؟ ويديك الفينول. تالت طريقه للسنسز من ان هم الارايل دايزونيوم سولتس، ودي ناخدها تاني مع لما نبدا في جزء الدايزونيوم سولتس ان شاء الله باذن الله. هنا هنلاقي ده الدايزونيوم سولت، ده بيتكون من الانيلين، احنا يعني شفنا الانيلين برضو في النومكليشر بتاع البنزين اللي هو حلقه بنزين عليها ان اتش 2، بنكون منها حاجه اسمها دايزونيوم سولت، بيبقى ان تريبل بوند ان، والان دي عليها شحنه موجبه يبقى ان تريبل بوند ان، وبالان بيبقى عليها شحنه موجبه. المجموعه دي مميزه ان هي ممكن استبدالها، بتعمل حاجه اسمها ريبليسمنت رياكشن، بيحصل ليها استبدالات كتيره جدا، ما اقدرش اقول ان هو سبستيوشن لان دي مجموعه كامله بشيلها، فبسميه ريبليسمنت رياكشن، ريبليسمنت رياكشن، تمام، بتشيل المجموعه دي كلها وبحط مكانها مجموعه تانية مختلفه، تمام. فمن
المجموعات اللي انا بقدر استبدل بيها الديزونيوم هي مجموعة الـ OH، يا دوبك بسخن مع مية وسلفوريك اسيد بيروح مستبدل مجموعة الديزونيوم بمجموعة ايه، بمجموعة الـ OH. ودي تالت طريقة للسنسز بتاع الفينول. يبقى احنا خدنا سنسز للفينول من البنزين سلفونيك اسيد، بحط له صوديوم هيدروكسيد، من الارايل هالايد زي الكلورو بنزين بحط له برضه صوديوم هيدروكسيد، او من الارايل دايزونيوم سولت بيحصل ريبليسمنت رياكشن في وجود المية والسلفوريك اسيد، تسخين بيديك مين؟ بيديك الفينول. ممكن اعمل له سنسز من حاجه اسمها الفينوليك اسيد زي مين؟ زي الساليسيليك اسيد، تمام. بس ده طبعا بيبقى صوديوم سولت بتاعه، بسخنه مع الصودا لايم اللي هي صوديوم هيدروكسيد كالسيوم اوكسيد، تمام. بيحصل ايه؟ بيحصل ديكربوكسيليشن، بتشيل مجموعه الكربوكسيل وبيديك مين؟ الصوديوم سولت بتاع الفينول اللي هو اسمه صوديوم فينوكسيد، تمام. يبقى الفينوليك اسيد، تمام، زي السلسليك اسيد. ده اسمه ايه؟ سلسليك اسيد، ده صوديوم سلسليت، بس عشان ده الصوديوم سولت بتاعه، صوديوم سلسليت، صوديوم سلسليت. بسخنه مع اللي هو الصودا لايم. الصودا لايم دي عباره عن ميكشر من صوديوم هيدروكسيد مع كالسيوم اوكسيد، بيحصل ديكربوكسيليشن، بيحصل ديكربوكسيليشن، بتشيل مجموعه الكربوكسيل وبيديك الصوديوم سولت بتاع الفينول، اسمه ايه؟ اسمه صوديوم فينوكسيد، وهنتعرف عليه تاني بعد شويه. عندنا طريقة تانية اللي هي الأكسديشن أوف تولوين، تمام. أي مجموعة يا جماعة ألكايل على حلقة البنزين ممكن يحصل لها أكسديشن، أي مجموعة ألكايل على حلقة البنزين ممكن يحصل لها أكسديشن، وحسب الأكسدايزنج إيجن بيكون البرودكت. فهنا التولوين لما بأكسده بالأكسجين مع كاتاليست بيديني مين؟ بيديني الفينول، تمام. ممكن برضو يديني كربوكسيليك أسيد اللي هو البنزويك، بس ده في ظروف تانية مختلفة. خلاص، اوكسيديشن اوف ايه؟ اوكسيديشن اوف تولوين. يبقى احنا كده خلصنا اول حاجه اللي هي السنسز بتاع الفينول، تمام. الفينولز طبعا زي ما احنا اتكلمنا فاوند ان كول تار، وكمان الكريزولز ليها ليه ميلتنج بوينت، تمام، بتبقى دايبه في الميه، بنستخدمها كانتي سيبتيك، كحاجه مطهره، تمام. ووز يوز في ال 19th سنشري، في كمان في حالات السيرجري، تمام. لكن دلوقتي الميديكال يوز بتاعتها ليميتد طبعا، بس بيعملوا منها بعض الديريفاتيفز ليها فيور سايد افكتس، تمام. ليه؟ طبعا ان الفينول برضو كان من النوع الحاجات اللي هي بتبقى يعني ممكن بتعمل بيرنينج للسكين، فطبعا كان ليه سايد افكتس كتيره، فهم بدأوا يعملوا منه ديريفاتيفز كتيره، ودي هنتعرف عليها ان شاء الله لما ندخل في الميديسينال كيمستري، كحاجات انتيسيبتيك، تمام، اللي هي الديريفاتيفز بتاعت الفينول هم دلوقتي بيستخدموها وليها استخدامات كتيره جدا. زي ما قلنا قبل كده ان بوث فينولز اند الكوز كونتين هيدروكسيل جروب، لكن هما كلاسيفايد از سيبريت فانكشن جروب. ليه؟ يعني بنقول ان هما رغم ان هما الاثنين عندهم مجموعه هيدروكسيل، لكن هما الاثنين ليهم خصائص مختلفه تماما. يعني مثلا الالكحول ليها ديفرنت بروبرتيز، الفينول ليها ديفرنت بروبرتيز عن الالكحول، بخصوصا فين؟ في الاسيديتي يا جماعه، خصوصا فين؟ في الاسيديتي. والكلام ده اتكلمنا عنه في الالكحولز لما شرحنا الالكحولز، قلنا الالكحول بتحب تبقى اسيد ولا بتحب تبقى بيز؟ لا، بتحب اكتر تبقى شويه تبقى بيز، ما بتحبش تبقى اسيد، على عكس الفينول. الفينول هيحب نفسه يبقى اسيد، يبقى هما الاثنين عكس بعض تماما في قصه الاسيديتي والبازستي. خلاص، يبقى الالكحول والفينول رغم ان هما الاثنين عندهم مجموعه او اتش، لكن هما الاثنين بيتصنفوا ك تو سيبريت كومباوندز. ليه؟ لانه ليهم خصائص مختلفه، فالالكحول بيحب يتعامل كبيز، الاسيديتي بتاعته ضعيفه جدا، وقلنا ازاي بنقويها بان احنا بنحط مجموعات الكترون وذروينج زي التراي فلوروميسايل، تمام. لكن الفينولز بطبيعتها بتبقى ليها اسيديك بروبرتيز. هنتكلم عن الاسيديتي فينول وازاي الفينول بيتعامل كاسيديك او ليه هو اسيديك، تمام. فكلمة أسيد كتعريف في البرونوس تصير، وزي ما خدناها في الانترودكشن، هي أي كومباوند كان دونيت أبروتون، تمام. فهو فعلا بيقدر يدي بروتون من على الأو اتش، تمام، ويتحول لحاجة اسمها الفينوكسايد أين. خلاص، يبقى الفينول لما دونيت البروتون، تمام، بيشيل البروتون، يعني بيشيل اتش من غير إلكترونات، بيسيب شحنة سالبة على الأكسجين، بيتحول لحاجة اسمها الإيه؟ الفينوكسايد أين، تمام.
ليه بقى هو بيقدر يتحول الفينوكسيد ايون؟ لان الفينوكسيد ايون از ستابلايزد تو سام اكستنت. فاكرين في الالكحول لما كان بيفقد كده البروتون كان اللي هم الالكوكسيد ايون ده ان ستيبل، تمام، كان ان ستيبل، عشان كده الالكحول ما كانش ليه اسيديتي. لكن الفينوكسيد ايون بيبقى ستيبل، ليه؟ لان هو هنشوف دلوقتي ان هو ستابلايزد باي ريزونانس، زي ان حلقه البنزين بتتميز بان هنا بتقدر تعمل ريزونانس، فدام في ريزونانس يبقى في ستابيليتي. خلاص، يبقى ايه الفرق بين الالكحول والفينول؟ ان الالكحول لما بيطلع البروتون بيتحول لحاجه اسمها الالكوكسيد ايون، الالكوكسيد ايون ده ان ستيبل، تمام، لان الشحنه الصليبه بتفضل واقفه على الاكسجين وكمان جنبيه الكترون دونيتنج جروب، فده بيخليه ايه؟ ان ستيبل. لكن الفينوكسيد ايون بيتكون، بيقدر يتكون ليه؟ لان هو ستيبل، ستابلايزد باي ايه؟ ستابلايزد باي ريزونانس. دي المقارنه بين الالكحول والفينول. ليه الالكحول ما يحبش يبقى اسيد لكن الفينول يحب يبقى اسيد؟ بسبب الاستابيليتي بتاعه الفينوكسيد والان استابيليتي بتاعه الايه؟ الالكوكسيد. وفهمنا ليه ده ستيبل وده ليه ان. ادي الريزونانس بتاع الفينوكسيد ايون اهو، تمام، زي ما احنا شايفين ادي الفينوكسيد ايون بيحصل لها استابيلايزيشن، تمام، باي ريزونانس. هتبدا تدخل، طبعا هنا مش مرسوم اسهم للريزونانس، طبعا المفروض ان احنا عارفين ان احنا بنلف في شحنه سالبه، فلازم يبقى عندي، المفروض يبقى عندي سهمين، المفروض يبقى عندي سهمين، سهم بينزل وسهم ايه بيفتح الدبل بوند. المفروض السهم ينزل الدوله يعملوا دبل بوند هنا، وسهم يفتح دي ناحيه الكربون يديك شحنه سالبه على الحلقه. وبعد كده نفس الكلام، سهم ينزل الالكترونات وسهم يفتح الدبل بوند هنا يحط شحنه سالبه هنا اهي، تمام، نفس الكلام، ده ينزل وده يفتح الدبل بوند بالشكل ده، وده كده اللي هو الشكل بتاع الريزونانس بتاع الفينوكسيد ايون اللي هو بيسبب الاستابيليتي بتاع الفينوكسيد ايون. يبقى الفينوكسيد ايون از ستابلايزد باي ريزونانس، عشان كده الفينول بيبقى ليه استابيليتي او ليه اسيديتي احسن من الايه؟ احسن من نفس الكلام هنا، نفس الحوار، ان هو هنا اهو بيدي البروتون، بيدي البروتون بيتحول لحاجه اسمها الفينوكسيد ايون، وده التاني اللي هو الريزونيتنج ستراكشر بتاع الفينوكسيد ايون. طب بيقول لك لو حاب يقارن اشكال مختلفه من الالكحول مع يقارنها مع، قصدي اشكال مختلفه من الفينول مع الكحول مع كربوكسيليك اسيد مع ان اورجانيك اسيد، يا ترى مين فيهم الموست ستيبل، مين فيهم اللور اسيديتي، تمام. طبعا هو هنا جايب لك ال HCl، طبعا ده ان اورجانيك اسيد، ده هو ده طبعا ده الاسيديتي بتاعته ما نقدرش نقارنها بحد. مديك هنا اسيتيك اسيد ككربوكسيليك اسيد، برضو الاسيديتي ده اسمه اسيد فاصلا الاسيديتي بتاعته عاليه، تمام. بعد كده مديك هنا فينول عنده ميثايل، ده يعتبر الكحول، ليه؟ لان ده مش فينول، ده الكحول، دي سايكلوهيكسايد، تمام. ومديك هنا الفينول نفسه، ومديك فينول عليه مجموعه نيترو. طب ايه الفرق بين الفينول والفينول عليه ميثايل والفينول عليه نيترو؟ هنا ده الفينول نفسه ان سبستيتيوتد، ده الفينول عنده ميثايل الكترون دونيتنج، وده الفينول عنده نيترو الكترون وذروينج. يبقى هو هنا عايز يفهمك ايه الفرق بين ان يبقى عندي مجموعه الكترون وذروينج على الفينول، وايه يبقى الفرق لو انت عندي مجموعه الكترون دونيتنج على الفينول، تمام. يبقى احنا اول حاجه لو لقيت اتش سي ال سلفورك، لا دول في القائمه، دول الموست اسيدك. لقيت بعديهم في عندي كربوكسيليك اسيد، يبقى يجي بعديهم الكربوكسيليك اسيد، بعد كده هيجي ايه؟ مجموعه الفينولز. طبعا اللي ورا خالص هو رقم 6، هو مين؟ الالكحول، ده خلاص ده اللي ورا خالص. يبقى القمه اتش سي ال سلفوريك، القاع هو الالكحول، تمام. اللي في النص عندي طبعا بعد الان اورجانيك اسيد بيجي مين؟ بيجي الاسيتيك اسيد او اي كربوكسيليك اسيد. بعد كده يجي مجموعات الفينولز، فينول نفسه، وعندي فينول سبستيتيوتد بالكترون دونيتنج، وفينول سبستيتيوتد بالكترون وذروينج. ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان هنا يا ترى مين اللي بيزود الاسيديتي؟ هنلاقي ان مجموعه النيترو اللي هي الكترون وذروينج، تمام، هي اللي بتزود الاسيديتي. فهيجي بعد الكربوكسيليك اسيد، المفروض دي تبقى رقم 3، معلش دي خطا، نخليها رقم 3، تمام. هتيجي الفينول اللي عنده نيترو، يبقى الالكترون وذروينج بتزود الاسيديتي، والالكترون دونيتنج بتقلل الايه؟ الاسيديتي. يبقى رقم 3 الفينول عليه نيترو، رقم 4 الفينول نفسه، ورقم 5 هو مين؟ هو الفينول اللي هو عليه مجموعه الميثايل. يبقى الالكترون وذروينج ليه هي بتزود الاسيديتي؟ لان هي لما بتبقى موجوده على البنزين بتهيل بتستابلايز النيجاتيف تشارج اون ذا فينوكسايد ايون، صح؟
مش هو عنده حاجة عليها شحنة سالبة زي ما كنا بنقول في الكحول الكوكسيد ايون ان ستيبل، بس ممكن نزود الاستابيليتي بتاعته بان نحط الكترو ويزدروينج. نفس الكلام هو اسيدك وكل حاجه مفيش مشكله، بس ممكن نزود اكتر الاستابيليتي بتاعه الفينوكسيد ايون بان انا نحط الكترو ويزدروينج، لكن لو حطيت الكترون دونيتنج هتقلل الاستابيليتي، فعشان كده بتقلل الايه الاسيديتي. خلاص يبقى الكترو ويزدروينج تزود الاسيديتي، الكترون دونيتنج تقلل الاسيديتي. اتفقنا الكترون ويزدروينج تزود الاسيديتي لانها بتزود الاستابيليتي بتاع الفينوكسيد ايون، الالكترون دونيتنج بتقلل الاسيديتي لانها بتقلل الايه الاستابيليتي بتاع الفينوكسيد ايون. بقول ان هو بيحصل انا اسفه، هي في السلايد اللي فاتت كان بيقول لك ان هي بيحصل انترا مولكولار هيدروجين بوندنج، تمام. ممكن يحصل بيبقى ليها تأثير على الاسيديتي، تمام. يعني انت لو عندك مجموعة او اتش ومجموعة تانية مثلا فيها ان او فيها او مجموعة او اتش تانية، ممكن تعمل انترا مولكولار. في حاجة اسمها انترا مولكولار وحاجة اسمها انتر مولكولار هيدروجين بوندنج. انتر مولكولار اللي احنا بنشوفه واحنا عارفينه، يعني الهيدروجين بوند الملكيول ده بيعمل هيدروجين في الالكحول، الملكيول ده بيعمل هيدروجين بوند مع اللي جنبه مع اللي جنبه مع اللي جنبه، ده اسمه ايه؟ يبقى ملكيول جنبه ملكيول جنب ملكيول، يبقى ده اسمه انتر مولكولار. لكن انترا يعني حاجه داخليه، يعني الملكيول نفسه هو بيعمل مع نفسه هيدروجين بوند. فبيقول لك ان القصه دي بتاثر على الاسيديتي، يا ترى بتاثر بايه؟ بتاثر بانها بتزود ولا بتقلل؟ لا اكيد هي هتقلل الاسيديتي. ليه؟ لان هي هتستهلك اللون بير اللي موجودين على الاكسجين، يعني كان هيحصل سحب من الاكسجين، فكده هيقلل الايه الاسيديتي بتاعتي، تمام. هو مديك مجموعه مركبات هنا، يعني بيحاول الى قدر ما يفهمك الفرق بينهم في الاسيديتي، مجموعه فينولز مختلفه. هو هنا مثلا عنده ميثايل، احنا عارفين الميثايل عامه بتقلل الاسيديتي لانها الكترون دونيتنج، ده عنده اتنين ميثايل، تمام. طبعا عنده اتنين ميثايل يعني المفروض الاسيديتي ايه تقل اكتر، تمام. هنا عنده ان او 2، تمام. طبعا هنا ان او 2 يعني بتزود الاسيديتي، تمام. عنده ان او 2 واتنين ميثايل، فطبعا شايفين الفرق بين ده وده، هنا 7 و15 7 22، طبعا كل ما يقل الرقم تزيد الاسيديتي، ده البي كي اي. فطبعا الاثنين ميثايل دول اثروا شويه، تمام، فخلوا على اثروا شويه على الاسيديتي فقللوا شويه الاسيديتي حاجه بسيطه، تمام. لكن الغالب كان الالكترون ويزدروينج جروب بتاعت اللي هي النيترو، تمام. هنلاقي هنا عنده او اتش ميثايل وميثايل هنا بس في الميتا بوزيشن، تمام. عنده برضو هنا الميتا بوزيشن ميثايل وميثايل مع الايه النيترو، بس هنا كان تاثيرهم اعلى من هنا. هي الفكره كلها هنا يا جماعه في الايه، هنا بقى الفكره في الستيريك هندرانس. هنا الفكره في مين؟ في الستيريك هندرانس. يعني ايه الستيريك هندرانس؟ يعني التزاحم. يعني ايه التزاحم؟ تمام. يعني هنا بص الاو اتش حواليها ايه؟ حواليها اتنين ميثايل، حواليها ايه؟ حواليها اتنين ميثايل، فعملت ايه؟ عملت زي ايه يعني حمايه لمجموعه الاو اتش، او عملت ايه؟ عملت ايه زي شيلد كده حوالين ايه المجموعه الاو اتش. فدايما تاثيرها في الاورثو بيبقى غير تاثيرها في الميتا، تمام. يعني لو حطيت اتنين اورثو غير تاثيرهم اتنين في الميتا. الاتنين اورثو بيزودوا لما يكونوا اتنين مع بعض، في الاورثو لا ممكن يزودوا يعني ما ياثروش تاثير عالي على الاسيديتي، تمام، او يبقى تاثيرهم كانه كويس للاسيديتي، تمام. لكن لما يبقوا الاتنين في الميتا، شايفين هنا النيترو لما كانوا اتنين في الاورثو ما اثروش كتير على الاسيديتي، قللوها بس حاجه بسيطه. طب لما طلعوا الاتنين هنا الميثايل في الميتا، لا شايفين عملوا ايه في الاسيديتي؟ اثروا على الاسيديتي جامد جدا، وعملوا ايه؟ قللوا الاسيديتي بطريقه يعني ملحوظه شويه عن الاتنين اللي هما في الايه في الاورثو. نفس الكلام لو بصينا للاتنين الميثايل اللي هنا اللي في الاورثو بالنسبه للاتنين الميثايل اللي هنا في الميتا، هنلاقي لا الميثايل اللي هنا اللي في الاورثو تأثيرهم مختلف عن الاثنين اللي هما في الميتا، تمام. هاويفر بيقول لك رغم كل الكلام اللي احنا عمالين نحور فيه ونقول ان الالكترون دونيتنج بتزود الاسيديتي، الالكترون ويزدروينج بتقلل الاسيديتي، الفينول اسيديك، الفينول معرفش مين البتاع ايه، لا في الاخر هنقول ان الفينول رغم كل ده يعتبر كويك اسيد ويتفاعل بس مع السترونج بيس. الفينول از ويك الى فيري ويك اسيد اند كان رياكت اونلي ويز سترونج بيز. واي؟ ليه يا ترى ليه الكلام دوت؟ ليه؟ بسبب ان الاكسجين رغم ان هي بتدي البروتون كل حاجه، بتدي اللون بير بتاعتها وبتعمل ده كله، لكن هي ستيل الكترونيجاتيفيتي بتاعتها عاليه، فصعب ان هي تتفرد في البروتون،
يعني هتدي البروتون بس هتبقى تقيلة، مش عايزة انا الكترون دفتي بتاعتي عالية، مش عايزة اعمل الحركة دي، فتمام. فعشان كده الفينول ستيل ايه، ستيل ويك اسيد. يبقى مسألك الفينول اذا ويك اسيد ولا سترونج اسيد؟ لا، هتقول له فينول ويك اسيد. طب ليه يا دكتور الفينول ويك اسيد ما هوش سترونج اسيد ليه؟ هتقول له عشان الالكترون نيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين عالية، لا ايه ما بيقدرش يسيب الايه البروتون بسهولة، تمام. فهو بيقول لك which will tend ان الاكسجين ده will tend to attract the hydrogen ion back again، يعني بعد ما يفقده هيبقى يحب يسترده تاني. لو استرده تاني يبقى انا كده فقدت الاسيديتي بتاعت ايه، بتاعت طيب هنا بيقول لك بيشرح لك برضه هو نفس الكلام. الكربوكسيليك اسيد لو عندك كربوكسيليك هو اعلى حاجه هتبقى بالنسبه في الاسيديتي، يليه الفينول، ويبقى في القاع خالص هو مين؟ الالكحول. هو قارن هنا الاسيتيك اسيد مع الفينول مع الايثانول. الاسيتيك اسيد طبعا كاسيد طبعا اعلى حاجه، يليه الفينول، وتحت خالص في القاع هو مين؟ هو الالكحول. الانفلونس اوف سبستيتوانس اتكلمنا عنها، ان لو انا عندي الكترون ويزدروينج وعندي الكترون دونيتنج، لا طبعا الالكترون ويزدروينج بيزود الاسيديتي لان هو بيزود الاستابيليتي بتاع الفينوكسيد ايون، لكن الالكترون دونيتنج بيقلل الاسيديتي لان هو بيقلل الاسيديتي لان هو بيقلل بيزود الايه قصدي بيقلل الاستابيليتي بتاعه الفينوكسيد ايون. خلاص، يبقى الكترون ويزدروينج هالوجين استابلايز اللي هي الفينوكسيد اون او دي لوكالايز نيجاتيف تشارج بتاعت الفينوكسيد اون بيعمل لها استابلايزيشن، وعلى عكسه على طول مين؟ على طول اللي هما الالكترون دونيتنج. طبعا فلورين طبعا هو النص الالكترو نيجاتيف بتوين الهالوجينز كلها لو انا هتكلم نتكلم عن الهالوجينز، تمام. فعشان كده هو مفروض ان هو بيبقى ليه افكت اعلى من الكلورين او البرومين وهكذا، تمام. يبقى الفلورين كالكترون نيجاتيفيتي بتاعته اعلى حاجه، هيبقى تاثيره اعلى من الكلورين، اعلى من البرومين، اعلى من ايه؟ اعلى من الايودين. طيب النيترو جروب برضو بتزود الاسيديتي لان هي برضو ليها نيجاتيف اندكتيف افكت، ليها الكترون ويزدروينج افكت، تمام. بس في نفس الوقت كمان ليها تاثير تاني اللي هو الريزونانس افكت، ليها تأثير اللي هو الريزونانس افكت. يبقى هنا النيترو جروب ليها تأثيرين، يعني الهالوجين ليها تأثير اللي هو الاندكتيف افكت، ليها ايه الكترون ويزدروينج افكت، لكن النيترو كان ليها تأثيرين، تأثير اللي هو الاندكتيف الكترون ويزدروينج، هي مجموعة الكترون ويزدروينج ما فيهاش كلام. تاني حاجة ليها كمان ريزونانس افكت، ان هي بتقدر تسحب الشحنة، بتزود الريزونيتنج ستراكشر بالايه بالريزونانس. يعني مديك هنا اهو ادي مجموعة النيترو هنا لما كانت في البارا بوزيشن بالنسبة للاو اتش، لما يتكون عندي الفينوكسيد ايون والكلام ده والشحنة السالبة بتلف حوالين الحلقة، اول ما تيجي الشحنة السالبة عند النيترو تبدا النيترو تسحب الشحنه السالبه في ريزونانس بالشكل ده. ده الاستراكشر فورم بتاعه النيترو، ال ان بيبقى عليها شحنه موجبه والاكسجين عليه شحنه سالبه، يعني ده الشكل الاساسي بتاع النيترو، ده الشكل الاساسي بتاع الايه النيترو. بتبدا ترجع هنا الشحنه السالبه تعمل دبل بوند، وهنا الدبل بوند دي تفتح بالشكل ده ويبقى فيه شحنه سالبه على الاكسجين. بعد كده طبعا الاستراكشر ده بيرجع تاني ويدخل الشحنه السالبه بتدخل في الحلقه، يعني الاستراكشر ده مش بيفضل كده، لا الشحنه السالبه ترجع تاني تدخل جوه الحلقه. بس بيوريك ان انت هنا بتزود عدد الريزونيتنج ستراكشر، فكل ما زودت عدد الريزونيتنج ستراكشر كل ما تزيد مين؟ كل ما تزيد الاستابيليتي، كل ما تزيد عدد الريزونيتنج ستراكشر بيزيد عدد الايه؟ بيزيد الاستابيليتي بتاع المركب بتاعي. خلاص اتفقنا. يبقى هنا النيترو جروب بيبقى ليها تاثيرين، تاثير اللي هو الريزونيتنج وتاثير الاندكتيف افكت، تمام. لو جات لك صح وغلط النيترو جروب افكتنج اسيديتي اوف فينول اونلي باي اندكتيف افكت، لا غلط، اندكتيف افكت وريزونانس. اندكتيف ان هي الكترون ويزدروينج بتزود الاستابيلايزيشن بتاع الفينوكسيد ايون، ريزونانس ان هي بتسحب الالكترونات عندها بالريزونانس، تمام، فبتزود عدد الريزونيتنج ستراكشر فبرضه بتزود الاستابيليتي بتاع الفينوكسيد ايون. وكل ما طبعا زودت عدد مجموعات النيترو كل ما زادت الايه الاسيديتي بتاعتي. بس بيقول لك ان النيترو في تاثيرها في البارا او في الاورسو بيبقى اكتر من الميتا، ليه؟ لان انت لو حطيت النيترو في الميتا مش هتيجي عندها شحنه سالبه، فهيبقى تاثيرها اندكتيف بس. يبقى الحته دي مهمه، لو جاب لك ميتا نيترو فينول وبارا نيترو فينول مين هيبقى مور اسيديك؟ هتقول له البارا نيترو فينول. لو جاب لك ميتا نيترو فينول وبارا نيترو فينول مين المور اسيديك؟ هتقول له البارا نيترو فينول مور اسيديك. ليه؟ الميتا عنده تأثير واحد بس للنيترو اللي هي الاندكتيف، البارا عنده تأثيرين الاندكتيف والايه والريزونيتنج اف،
تمام. ادي هنا شايفين البارة بيبقى اعلى من الميتا طبعا، وبعد كده زي ما احنا قلنا كل ما بيزود عدد النيترو كل ما تزيد الايه الاسيدتي. شايفين اللي هو التراي نيتروفينول ده الاسيدتي بتاعته عالية جدا 3/10، حاجة يعني ايه رهيبة جدا. تمام خلاص اتفقنا، يبقى هنا البارة بيبقى اعلى من الميتا، وبعد كده كل ما هيزود عدد اللي هي النيترو بتزيد الاسيديتي لغايه 3 نيترو، طبعا الاسيديتي زادت جدا. تمام هنا بيقارن الالكحول مع الفينول، طبعا الالكحول طبعا ملوش يعني الفينول اعلى منه في الاسيديتي بكتير، حط هنا مجموعه الكترون دونيتنج اللي هي الميثوكسي خلت الاسيديتي زادت شويه، حط الكترون ويزدروينج قصدي خلت الاسيديتي تقل، انا اسفه الميثوكسي قللت الاسيديتي، الكلور زودت الاسيديتي. تمام اللي هنا اللي عكسها اللي هي الاسيتايل، الاسيتايل برضو الكترون ويزدروينج فبتقلل الايه بتقلل الاسيديتي. خلاص يبقى الميثوكسي تعتبر الكترون دونيتنج، الاسيتايل الكترون ويزدروينج. شايفين الفرق بين دي ودي، الفرق بين دي ودي، وايه ومعاهم كمان الايه ومعاهم كمان الكلور. خلاص اتفقنا، يبقى هنا ادي الفينول، ادي الميثوكسي اللي هي بتقلل الاسيديتي، ادي الكلور اللي بتزود الاسيديتي، وادي الاسيتايل اللي بتزود الاسيديتي، وعندنا طبعا مجموعات النيترو طبعا ايه دول حاجه تانية مختلفه. البروبرتيز بتاعت الفينول از ان اسيد، طبعا الفينول كان رياكت از ان اسيد، كان رياكت بس هو ويك اسيد، كان رياكت اونلي ويز سترونج بيز، يعني لو حط لك هنا صوديوم بيكربونات تقول له نو رياكشن، لان صوديوم بيكربونات ويك اسيد، صوديوم بيكربونات ويك اسيد قصدي ويك بيز، انا اسفه ويك بيز ما ينفعش، لكن لازم يتفاعل مع مين سترونج بيز بس زي الصوديوم هيدروكسيد او البوتاسيوم هيدروكسيد. تمام يبقى يتفاعل مع سترونج بيز اونلي لايك صوديوم هيدروكسيد اند بوتاسيوم هيدروكسيد. طبعا صوديوم هيدروكسيد كان رياكت ويز فينول هيتكون سولت اللي هو الفينوكسيد، صوديوم فينوكسيد اللي هو قلناه في الاول خالص. تمام الصوديوم فينوكسيد ده السولت بتاع مين؟ السولت بتاع الفينول اللي هو بينتج من تفاعل الفينول كاسيد مع صوديوم هيدروكسيد كسترونج اي بيز. اهو تاني نفس الشكل اهو، ادي الفينول مع السترونج بيز هيتكون الفينوكسيد ايون، ممكن بقى الفينوكسيد دوت نفعله مع الكايل هالايد ويحصل تدخل هنا مجموعه الكايل ويتكون عندي الايثر، يتكون عندي شايفين ده ايه ده ايثر لان جنبي مجموعتين الكايل وارايل منهم اكسجين فيتكون الايثر. يبقى الفينول ممكن احوله لايثر، ازاي ان انا افعله في الاول مع البيز يديك السولت او الفينوكسيد ايون، وبعد كده تفعله مع اي الكايل هالايد يديك مين يديك الايثر. مديك هنا مثال اهو، تمام ان هو اتكون منه الانيسول وده يعتبر سولت، تمام بس هو حضره هنا من ميثايليتنج من فينول بلس ميثايليتنج ايجنت اللي هو ميثايل ايدايد او داي ميثايل ايه داي ميثايل سلفيت، هو استخدم هنا الداي ميثايل ايه الداي ميثايل سلفيت. طبعا حاطط هنا زي ما احنا شايفين صوديوم هيدروكسيد لان في مرحله انتقاليه بتكون عندي السولت، وبعد كده الفينول بياخد الالكايل جروب يتكون عندي مين؟ يتكون عندي الايثر. تاني تفاعل substitution of the hydroxyl hydrogen برضو اللي هو تفاعل الفينول كان react with acetic anhydride to give phenyl acetate عشان يكون ايستر. تمام هيكون ايه؟ هيكون ايستر. تمام يبقى هنا الفينول اهو كيتفاعل كأنه زي الالكحول، هيتفاعل زي مين؟ زي الالكحول عشان يكون الايه؟ يكون الايستر. يبقى الفينول هنا كيتفاعل مع زي الالكحول بس مش هيتفاعل مع الاسيد، هيتفاعل مع دريفيتيف من الاسيد اسمه الانهيدرايد، ده اسمه ايه؟ انهيدرايد، ده اسمه اسيتيك انهيدرايد، اسيتيك انهيدرايد هيتفاعل مع الفينول عشان يكون الاستر، هيشيل الاتش ويحط مجموعه اسيتايل مكانها، ادي مجموعه الاسيتايل اللي هي سي او سي اتش 3 ويكون عندي ايه؟ يتكون عندي الاستر. خلاص يبقى الفينول برده ممكن يتفاعل زيه زي الالكحول، يتفاعل مع اللي هو دريفيتيف من الاسيد عشان يكون الاستر، مش يتفاعل مع الاسيد نفسه، الالكحول بس هو اللي يتفاعل مع الاسيد نفسه، لكن الفينول يتفاعل مع دريفيتيفز من الاسيد زي مين؟ زي الانهيدرايد، وهناخدها برضو في الاسيد زي يتفاعل مع الانهيدرايد وتفاعل مع الاسيد كلورايد، ودي هتاخدوها في جزء الكربوكسيليك اسيد ان شاء الله. تمام هنا ادي الفينول هيتفاعل مع الاسيتيك انهيدرايد تمام بالشكل ده ويستبدل الاتش بمجموعه ايه اسيتايل ويكون عندي ايه؟ يتكون عندي الاستر. تمام
بيقولك الالكحول بقى برضو كان converted to ester ودي خدناها في الالكحول by treating them with ممكن acylating agent زي الاسيد كلورايد او الاسيد انهيدرايد او كمان الاسيد نفسه برضو الالكحول بيتفاعل معاه. الاستر ده اندرجو حاجه اسمها الفرايز ري ارينجمنت. الاستر ده اللي احنا كوناه من شويه اللي هو او سي او ار ده بيعمل حاجه اسمها فرايز ري ارينجمنت. يعني انت لو جبت الاستر ده وحطيت له اسيد هيبدا يعمل ري ارينجمنت، يعني هيغير في شكل الروابط بتاعته. هيعمل ايه؟ هيروح مدخل مجموعه هيشيل مجموعه الاسيتايل دي تمام، ويروح مدخلها على الايه، مدخلها على الحلقه تمام. ممكن تعمل اسايليشن في الاورثو او ممكن تعمل اسايليشن في الايه، في البارا، وده يعتبر كانه زي الفريدل كرافت اسايليشن، كانه زي الفريدل كرافت اسايليشن تمام، بس حاجه كده ايه داخليه، كان الاستايل جروب كانت راكبه بس هنخلعها من على الاو اتش وندخلها على الايه، على الحلقه بتاعتي. طبعا عشان الاو اتش مجموعه اورثو بارا دايركتنج زي ما درسنا قبل كده تمام، فيا اما هتدخل في الاورثو يا اما هتدخل في الايه، في البارا بوزيشن. خلاص يبقى الفرايز ري ارينجمنت ده يعتبر اذا ري ارينجمنت اوف فينايل ايستر تمام، اللي هو اللي احنا كوناه اللي هو الفينايل ايستر تو هيدروكسي ارايل كيتون، كانها دي هترجع او اتش تبقى هيدروكسي وهتدخل مجموعه ايه، كيتون سواء في الاورثو بوزيشن او في البارا بوزيشن في وجود ايه، لويس اسيد، لان احنا زي ما احنا اتكلمنا اللويس اسيد زي الالومنيوم تراي كلورايد هو اللي بستخدمه ككاتاليست في الايه، في الفريدل كرافت. ده الميكانيزم بتاعنا تمام، يعني نفهمه عامه مش لازم نحفظه تمام، ان هو في الاول الكاتاليست تمام زي ما احنا عارفين اسيد كاتاليست او اللويس اسيد، بيجي الالومنيوم عنده ضعف في الالكترونات والاكسجين عنده لون بير، هيدي اللون بير للالومنيوم متكون كومبلكس. الاكسجين فقد اللون بير عليه شحنه موجبه وده قلناه قبل كده في الفريدل كرافت اسايليشن او في الفريدل كرافت الكايليشن او في اي حاجه من اللي احنا كده شرحناه قبل كده. الالومنيوم طبعا كان متعادل خد الكترونات زياده بقى اصبح ليه شحنه سالبه تمام. هيبدا يحصل ايه بقى، يبدا يحصل قصه اللي هي الري ارينجمنت. هيبدا الاكسجين هياخد هنا الكترونات الرابطه من الكربونيل تمام، يكسر الرابطه بينه وبين الكربونيل، هيكسر الرابطه دي وياخد الكترونات الرابطه عشان يتعادل وتطلع مجموعه الاسيتايل بتاعتي اهي وعليها شحنه موجبه. مش الكربون دي خدنا منها الكترونات الرابطه فاصبح عليها ايه، اصبح عليها شحنه موجبه تمام، فاصبحت عندي ايه، اصبح عندي الكتروفيل في الميديا، اصبح عندي ايه الكتروفيل في الميديا، يبدا الحلقه تهجم على الالكتروفيل. فريدل كرافت اسايليشن اهو مجموعه الاسايل اهي هتركب على مين، هتركب على الحلقه تمام. طبعا السهم ده طبعا اتجاهه خاطئ طبعا لو انتم ملاحظين تمام، لان الحلقه ما ينفعش الشحنه الموجبه تهجم على الشحنه السالبه، لازم النيكلوفيل هو اللي يهجم على الشحنه الايه السالبه تمام. يبقى السهم ده كسهم خاطئ تمام، بيقول لك ان ده هو اللي بيهجم على ده، لا هي الشحنه السالبه هي اللي هتهجم هنا تمام، وتتكون تركب مجموعه الاسيتايل سواء كان في الاورثو او في البارا بوزيشن تمام، وتبدا بعد كده ايه، بعد ما ركبت هنا يحصل هيدروليس للمجموعه دي وتطلع. طبعا هي لما هتركب هنا هيطلع البروتون، لما تركب هنا هيطلع الايه البروتون تمام، وبعد كده تحصل هيدروليس لمجموعه اللي هي الالومنيوم تراي كلورايد وتطلع تمام، ويبقى انا كده كونت البرودكت بتاعي اللي هو الفينايل اللي هو الفينول الارايل ايه كيتون تمام. ادي الفينول رجع او اتش وتركبت مجموعه الاسيتايل على حلقه البنزين، هو كانه نوع عادي من الفريدل كرافت اسايليشن بس حصل جوه الموليكيول نفسه. لما طلعت مجموعه الاسيتايل بقى عندي مجموعه الالكتروفيل واضحه وصريحه تمام، عندي الكتروفيل واضحه وصريحه، حلقه البنزين تبدا تعمل الكتروفيلك اروماتيك سبستيوشن تمام زي ما اتعودنا عليه. الاو اتش بس عشان عندي او اتش فهي مجموعه بتوجه قرص وبارا تمام، فتدخل مره في القرص ومره تدخل في البارا بوزيشن. طبعا الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن للفينول هو نفسه اللي احنا اي زي اي الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن، نيتريشن سلفونيشن هالوجينيشن فريدل كرافت والكلام ده كله، هي مجموعه بتوجه اورثو في بارا فهتديك ميكتشر من الاورثو فينول مع البارا ايه، البارا فينول. بيقول لك الاو اتش مجموعه اكتيفيتنج سترونج اكتيفيتنج بتوجه للاورثو والبارا بوزيشنز تمام، بس تيبيكالي هو بيحصل اكتر في البارا unless اذا بارا از بلوكد، يعني هو يعني غالبا
لو انا عندي البارة مفتوحة السبستيوشن هيفضل ان هو يدخل في البارة، لكن لو البارة فيها حاجة يبقى هيروح على طول يتوجه للأورسو، ايه للأورسو بوزيشن. تمام. السترونج اكتيفيتنج معناها ان انا الرياكشن مش محتاج ان انا اعمل بقى كاتاليست كتير وكاتاليست كميات كبيره، لا هو اصلا سترونج اكتيفيتنج فبيحفز حلقه البنزين، فانا مش محتاج قوي ان انا اعمل ايه اعمل اكتيفيشن عالي، او يعني الكاتاليست مش لازم يبقى بكميات كبيره، وفي بعض التفاعلات هنشيل منها الكاتاليست خالص. وطبعا اتكلمنا عن قبل كده ان البولي سبستيوشن دي عباره عن بروبلم طبعا بيحصل في الايه، بيحصل في الفينول الكايليشن اوف فينول. تمام اهو ادي فريدل كرافت الكايليشن تمام مع الالومنيوم تراي كلورايد، هتدخل الميسايل في الاورس في الباره، او ممكن تدخل في الايه في الاورس بوزيشن، ممكن تدخل في الباره وممكن تدخل في الاورس بوزيشن، ويديك ميتشر من الاثنين، بس غالبا الميجر برودكت هو بايه، بيبقى الباره ميسايل فينول. في تفاعل اسمه لدرير مانيز رياكشن. تمام الدرير مانيز رياكشن ده يعتبر برضو كانه الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن بس شكله مختلف شويه، هو بيكون هيدروكسي بنزايل الكحول، هيدروكسي بنزايل الكحول يعني هو بيدخل سي اتش 2 او اتش، فده بقى اتحول كانه الكحول وسبستيوتد باي او اتش. تمام فيعتبر هو اسمه بنزايل الكحول. تمام اللي هو ده البنزايل الكحول اللي هو حلقه بنزين عليها سي اتش 2 او اتش، ده اسمه بنزايل الكحول. تمام بيبقى وكأن ال اتش دي سبستيوشن سواء في الأورسو أو في الإيه في البار، هي كل الفكرة إنه بفعل الفينول مع فورمالدهايد في وجود صوديوم هيدروكسيد. تمام فورمالدهايد أو اسمه الفورمالين في وجود بيز زي اللي هو الصوديوم هيدروكسيد عند لو تمبريتشر هيتكون البارا هيدروكسي بنزايل الكحول مع الأورسو هيدروكسي بنزايل الكحول. ممكن اعمل كربوكسيليشن للفينول، يعني احط عليه مجموعه كربوكسيل يعني احوله لفينوليك اسيد. تمام ده اسمه اولب شيمت رياكشن، ده اسمه اولب شيمت رياكشن، بستخدم صوديوم هيدروكسيد مع كربون دايوكسيد. الصوديوم هيدروكسيد فايدته في الاول ان هو بيحول الفينول للسولت بتاعه، وبعد كده بحط كربون دايوكسيد كيعتبر كالكتروفيل هيدخل هنا بس في الاورثو بوزيشن بالنسبه للفينوكسيد، ويكون عندي اللي هو الصوديوم سلسليت بعمل له بعمل له اسيدفيكيشن، بيتحول لمين؟ بيتحول اللي هو السلسليك اسيد نفسه. خلاص يبقى الاولب شيمت رياكشن. تمام يبقى الدرير مانيز بيديك اللي هو البنزايل الكحول سبستيوتد بالاو اتش في الاورسو في الباره. الاولب شيمت رياكشن ده كربوكسيليشن بيتحول للسلسليك اي اسيد في وجود مين؟ صوديوم هيدروكسيد مع كربون دايوكسيد. اللي قبليه الدرير مانيز ده بيستخدم صوديوم هيدروكسيد برضه بس مع مين؟ مع الفورمالين او الفورمالدهايد. هنا صوديوم هيدروكسيد مع كربون ايه دايوكسيد، هيديك في الاول فينوكسيد، بعد كده الكربون دايوكسيد يهجم هنا على الحلقه في الاورثو بوزيشن، ويتكون عندي صوديوم سلسليت احط له سترونج اسيد يتحول لمين؟ يتحول للسلسليك اسيد. ده الميكانيزم بتاعه، ان في الاول هنا ادي معلش هو ده الميكانيزم بتاع الدرير مانيز رياكشن، يعني السلايد ده جه مكانها غلط. تمام ده الميكانيزم معلش بتاع اللي هو الدرير مانيز رياكشن. تمام هو في وجود طبعا هو كان ليه بيقول لك ممكن تحط اسيد ممكن تحط بيز، احنا اللي احنا شفناه اللي هو البيز. تمام ده بيقول لك ده الميكانيزم بتاع الاسيد كاتاليسيس، ادي اهو الفورمالدهايد بتاعي بياخد بروتون. تمام هنا على هنا على الاو اتش تاخد بروتون والدبل بوند تفتح ناحيه الاكسجين، يبقى الكربون عليها شحنه موجبه اصبح عندي الكتروفيل، هيحصل الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن اهو نفس الكلام، الحلقه تهجم هنا. تمام وبعد كده البروتون بيطلع تمام بالشكل ده، ويديك البرودكت بتاعي اللي هو البنزايل ايه الكحول. خلاص تمام يبقى انا عندي اللي هو ده اللي هو الميكانيزم بتاع الدرير مانيز رياكشن في وجود الاسيد. تمام بيحصل بروتونيشن في الاول للفورمالدهايد، وبعد كده بيتحول لالكتروفيل، بيحصل الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن على حلقه الايه البنزين. عندي تفاعل اسمه ريمر تيمر رياكشن. تمام ده كيميكال رياكشن بيحصل بقى فورمايليشن، ده حاجه تانية ثالثه اهي، حاجه ثالثه غير اللي هي البنزايل الكحول غير اللي هو الكربوكسيليشن، هنا فورمايليشن. الريمر تيمر رياكشن ده ايه؟ فورمايليشن اورسو فورمايليشن اوف فينول، بستخدم كلوروفورم مع بوتاسيوم هيدروكسيد، كلوروفورم مع بوتاسيوم هيدروكسيد هيديك مجموعه الفورمايل في الايه في الاورسو بوزيشن، هيديك مجموعه فورمايل في الاورسو بوزيشن. هنا هم حاجه ثالثه مختلفه، كلوروفورم مع بوتاسيوم هيدروكسيد.
تمام. برضو الفينول بيحصل له كابلينج مع اللي هو الدايزونيوم سولت، تمام، في البارا بوزيشن، بيدخل الدايزونيوم سولت كبرضو كالكتروفيل، بيدخل في البارا بوزيشن بالنسبه للفينول، ويتكون عندي الهيدروكسي ازو كومباوند اللي هو الحاجه الملونه اللي انا كنت بعملها في المعمل عشان اميز مين، اميز الدايزونيوم سولت. بالنسبه للسبستيوتد فينولز، تمام، هنا بيقول لك ان انت لو حبيت تكون هتعمل هالوجينيشن للفينول هيحصل ايه، هيحصل هيتكون التراي برومو فينول. طب لو انا عايز الايه برومو واحد فقط مش عايز التراي برومو، يبقى لازم ايه احط اعمل عند درجة حرارة قليلة واحط كربون داي سلفايد وما احطش مية عشان ما يحفزش التفاعل، فهيكون لي في الظروف دي هيكون لي البارا برومو فينول. يبقى لو حطيت برومين على طول هيكون تراي برومو فينول، لكن لو انا عايز احط اجيب البارا برومو فينول بس يبقى استخدم كربون داي سلفايد في زيرو سيليزيوس هيدي لي البارا برومو فينول. لو انا عايز اورسو عايز بارا تسيبكم الاورسو ايودو فينول، لو انا عايز مثلا بارا ايودو فينول فهعمل ايه، هستخدم اللي هو الامينو فينول، تمام، البارا امينو فينول، واحول الامينو لدايزونيوم سولت بالطريقه اللي هي بتاعه اللي هناخدها مع الامينز اللي هي صوديوم نيترايت سلفوريك اسيد، هيديني مين، هيديني الدايزونيوم. الدايزونيوم زي ما احنا قلنا بيعمل له ريبليسمنت رياكشن، فهحط له بوتاسيوم ايودايد هيحولها لايه، لمجموعه اي. بالنسبة للنيتروفينولز عادي جدا بعمل نيتريشن، بيديني ميكشر من الأورسو والبارا نيترو، بس طبعا هم مميزين ان هم ليهم ميلتينج بوينت مختلفة، فممكن افصلهم عن بعضهم، ممكن يحصل لهم عملية ايه فصل، ممكن اعمل لهم ايه فصل، تمام. فالفينول ممكن اعمله نيتريشن، يديك ميكشر من الأورسو نيترو مع البارا نيترو، شايفين هنا نيتريك بس مش حام، مش حاطط ايه، محتاجش ان هو يعمل النيتريشن في وجود سلفوريك اسيد وكونديشن صعبه لان الاو اتش مجموعه اكتيفيتنج فمش محتاجه كاتاليست كتير، تمام. فهيديك ميكشر من الاورسو نيترو مع البارا نيترو، قلنا دول ليهم لو ممكن يبقى ليهم ديفرنت ميلتنج بوينت، ممكن افصلهم عن بعضهم. الاثنين دول الاورسو والبارا هو بيقول لك ان هما في ممكن زي ما انا قلت ان احنا نفصلهم عن بعضهم لان هم بيبقى ليهم مش ميلتنج بوينت مختلف، انا اصلا انا اسفه ان هم ليهم بويلنج، هم ليكويدز، هم ليكويدز ليهم ديفرنت بويلنج بوينت، والديفرنت بويلنج بوينت دي بسبب انواع الهيدروجين بوند اللي بتتكون. هنا كانت انتر مولكيولار هيدروجين بوندنج فقط، يعني مولكيول مع مولكيول مع مولكيول زي ما احنا قلنا انتر مولكيولار، لكن هنا انترا مولكيولار، فعشان كده انا بيبقى ليهم البويلنج بوينت بتاعتهم بتبقى مختلفه نتيجه لتغيير نوع الهيدروجين بوندنج فيهم، فده طبعا بيؤدي ان انا ممكن ان انا فعلا ايه افصلهم باي طرق من الفصل بتاعت الديستيليشن، يعني خلاص ده ليه بويلنج بوينت وده ليه بويلنج بوينت مختلفه، ده مثلا بيغلي عند 50 وده بيغلي عند 100، ممكن افصلهم باي طرق من طرق الفصل اللي اتعلمناها في العملي زي الديستيليشن، زي طرق الديستيليشن المختلفه. هو هنا بيحضر اللي هو الميتا نيتروفينول، ده احنا شفنا القرص والباره، طب الميتا احضره ازاي؟ ممكن ابدا باللي هو الميتا نيترو بنزين، ميتا داي نيترو بنزين، تمام. هعمل ريدكشن لوحده بس احولها ل NH2 NO2، اعمل لها ريدكشن ل NH2، بعد كده بحط الدايزونيوم، بحولها لدايزونيوم، والدايزونيوم اعمل له ريبليسمنت ب OH. احنا لسه ما كنا شايفين تحضير ال OH من الدايزونيوم، بان انا بعمل له ريبليسمنت رياكشن، بعمل له ريبليسمنت ايه رياكشن، فانا ممكن ابدا من ده واعمل له ريدكشن، احول دي ل NH2 واحولها لدايزونيوم سولت بالطريقه اللي احنا هناخدها اللي هي صوديوم نيترايت سلفوريك، تمام. وبعد كده اعمل ريبليسمنت رياكشن للدايزونيوم بمجموعه الاو اتش، يبقى انا كده قدرت احضر الاورسو نيتروفينول، البارا نيتروفينول، الميتا نيتروفينول. ده طبعا هنا بيقول لك ازاي تحضر اللي هو التراي نيتروفينول، تمام. طبعا لو انت حبيت تعمل بولي نيتريشن للفينول دي طبعا طريقه مش كويسه لانها ممكن تعمل اوكسيديشن للفينول، فمديك هنا طريقه يعني ان انت تعمل ستيب وايز رياكشن، وممكن تعمل كمان حمايه لمجموعه الاو اتش بايه، مجموعه الايه الكلورايد، يعني التفاعلات دي تفهموها بحيث ان انتوا ايه عشان التحويلات، عشان الايه التحويلات، مش لازم ايه يعني نقعد نحفظ كل التفاعلات دي، مش اسلوبي خالص، انتوا عارفين موضوع الحفظ ده، تمام. فانا ايه بس بحب ان انتوا ايه تفهموا يعني ده جه ازاي وده جه ليه وده عمل ايه وده حصل ازاي عشان نفتح مخنا في الايه في التحويلات. الفينول سلفونيك طبعا احنا عارفين ان السلفونيك
لو انا هعمل هحط كونج سلفوريك على او اتش تمام عشان اعمل سلفونيشن، هيدخل في الاورسو او في البارا. ليه؟ لمجموعه الاو اتش بتوجه اورسو بارا. طب لو انا عايز احط مجموعه السلفونايل في الميتا، يبقى في الاول ابدا بالميتا داي سلفونيك زي في حاله الميتا داي نيتروفينول تمام، وبعد كده اعمل احط صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد، هيروح محول واحده من دول اللي هي الاو اتش او الاو سولت، يعني الاو كي اللي هو السولت بتاع الاسيد اللي هو السولت بتاع الفينول، وبعد كده اعمل له اسيدفيكيشن يتحول لايه، يتحول او اتش زي فكره الميتا نيتروفينول. الميتا داي نيترو الميتا نيتروفينول ما قدرتش ايه ان انا ابدا بالفينول، لان الفينول نفسه هيديك اورسو وبارا. نفس الكلام لو بدات الفينول هيديك اورسو وبارا فينول سلفونيك. طب لو حبيت احضر الميتا، لا الميتا يبقى لازم ابدا من الميتا فينول سلفونيك تمام، فاحط له بوتاسيوم هيدروكسيد يعمل يسبدل دي باو اتش، بس طبعا هي هنا او كي لان هي ده السولت بتاعها، وبعد كده اعمل اسيدفيكيشن يتحول لمين، يتحول للاو اتش. برضو بيقول لك ان انت هنا لو استخدمت البارا سلفونيك الفينول بارا سلفونيك تمام، حطيت له برومين هيشيل دي ويدخل كله في الثلاثه بوزيشنز بتاعته. ده يعني تقروها، ده ملخص لكل التفاعلات اللي هو بيعملها الالكحول تمام. هنا هو ده اللي هو الاستريفيكيشن بالاسيد كلورايد او الاسيد انهيدرايد، وبعد كده زي ما احنا قلنا ممكن يعمل فرايز ريارينجمنت، بنحط له المونيوم تراي كلورايد يعمل فرايز ريارينجمنت ويدخل الاسيتايل في الاورسو او في البارا، بيعمل كابلنج مع الدايزونيوم سولت، بيعمل فورمايليشن رياكشن اللي هو ريمر تيمر رياكشن، بيعمل كاربوكسيليشن اللي هو الاولب تشيمت رياكشن، زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو بيتفاعل مع صوديوم هيدروكسيد ويديك اللي هو الايه السولت، بيتفاعل اللي هو صوديوم هيدروكسيد ومع الكايل هالايد وديك الايثر. كل دي التفاعلات اللي احنا ايه خدناها. يمكن الوحيد اللي ما اتقالش هنا اللي هو الدرير مانيز رياكشن. بالنسبه للمجموعات اللي هم الداي هيدريك فينول اللي هو الكاتيكول ريزورسين والهيدروكينول تمام، زي ما احنا شايفين اشكالهم اهو. بالنسبه اللي هو الديكن رياكشن، ده الديكن رياكشن ده هو يمكن هو التفاعل الوحيد اللي هو المميز هنا اللي هو تحضير في تحضير الهيدروكينون، بيستخدم اللي هو الاستر. فاكرين الاستر احنا كوناه من اللي هو الكيتون، ده اللي كوناه من الفرايز ريارينجمنت، ده اللي هو كان عندي استر عادي وحطيت له الومنيوم تراي كلورايد وعمل ريارينجمنت دخلني خلي مجموعه الكيتون في البارا بوزيشن. ده بحط له اكسيدايزنج ايجنت زي اللي هو H2O2 مع صوديوم هيدروكسيد، بيروح مديك اللي هو الايه الهيدروكينون بتاعي تمام. لو استخدمت الـ OH الـ OH اورسو هنا كان هيديك مين، هيديك الكاتيكول. يبقى ده مين اللي هو الديكن رياكشن. الاكسيديشن سواء بتاع الكاتيكول او بتاع الهيدروكينون تمام، هنا بيديك على طول اللي هو الكينون، الكينون الحاجات اللي هي فيها 2 سي دبل بوند اي او بالشكل ده او بالشكل ده. الكينونز ديت طبعا بارا كينونز، ممكن برضو ارجعها تاني تبقى الهيدروكينون تمام، بان انا احط لها سلفوريك اسيد تمام، اعمل لها كانها عمليه ريدكشن واحولها تاني للايه للهيدروكينون. ودول اصلا ممكن اجيبهم من اي حاجه فيها امين، اي حاجه فيها ان اتش 2 برضو ممكن تعمل اوكسيديشن تتحول اللي هي الكينونز، والكينونز برضو ارجعها تاني ريدكشن تتحول للهيدروكينون. بالنسبه للتراي هيدروكفينولز عندي البايروجالول والفلوروجلوسينول، ده البايروجالول ثلاثه ورا بعضيهم وثلاثه منفصلين اللي هو الفلوروجلوسينول. ما عنديش غير تفاعل واحد اللي هو تحضير اللي هو البايروجالول، بان انا من الجالك اسيد بعمل له ديكربوكسيليشن يتحول لمين، يتحول للبايروجالول. شكرا يا جماعه لسماعكم، بالتوفيق ان شاء الله.